السلام عليكم، إن شاء الله كامل تكونوا بخير وبصحة جيدة. نرحب بكم من جديد في كيفية جديدة. اليوم راح نتقاسم معكم وصفة مبسس الطاجين اللي كنتوا طلبتوها مني. هي وصفة سهلة ولكن بعض المبتدئات ما يعرفوش يطبقوها وما يعرفوش يوجدوه. دونك من خلال هاد لا فيديو راح نوريكم كامل الأسرار والتفاصيل باش تنجحوا فيه وتفرحوا العائلة تاعكم. نتمنى لكم مشاهدة طيبة. الوغ نجيبو هنا جفنه ولا اناء يكون عريض وغامق، حطيت فيه 3 كيلات تاع السميد متوسط. الكيله هذه راهي ترفد لي 200 غرام. من الاحسن المبتدئات ما ديروش كميات كبيره، ديرو غير بالكاس ولا بالفنجان حتى تتعلموه تقدروا تعاودوه. درت هنا ملعقه صغيره معمره يعني بومبي تاع الملح، خلطتهم هكذا شويه، وبنفس الكيله ندير هكذا حفره في الوسط كما راكم تشوفوا، نفس المكيال اللي كيلت به السميد نديرو نص تاعو سمن والنص الاخر نكملو بالزيت كيما راكم تشوفوا. نفرغو هكذا في الحفره ونبدا نبسس في السميد تاعي. هنا لازم تدو الوقت تاعكم من دقيقتين حتى لثلث دقائق وانتوما تبسوا فيه. لازم حبيبات السميد يدخل فيها كامل هذاك ليدام. وشوفوا هنا القوام بعد ما هذاك السميد شرب ليدام او السمن والزيت. هنا عمرت هذاك المكيال بالماء ولكن مانيش راح نديرو كامل، غير بالتدريج على حساب نوعية السميد اللي عندي. نبدا نفرغ هكذا بشويه ونشوف القوام. دوك تشوفوا معايا هنا ما تدلكوش ولا تعجنوا، غير بصبعتيكم وتبداو تلموا. هنا كما راكم تلاحظوا خليت تقريبا ربع من هذيك الكميه تاع الماء. شوفوا هنا راح يبان لكم شويه جاري ولكن هذاك هو القوام تاعو راح يشرب. راح نخلوه هكذا تقريبا واحد الثلث دقائق ولا باش يرتاح ونشوفوا. شوفوا هنا تتشكل لكم هكا كره في يديكم، شوفوا كيفاش يعني يتقل، تتقل هذيك الكره في يديكم. هنا نلموه بهذا الشكل، نغطوه ونخلوه يرتاح تقريبا ثلث دقائق حتى الخمس دقائق. دوروا شويه وتعاودوا تولوا للمبسس تاعكم. هنا شوفوا العجينه تشرب كامل الكميه تاع الماء وتولي لكم هكذا ناشفه. كي تشوفوا يعني تشكل لكم هكذا قرصه في يديكم كيما راكم تشوفوا. هذاك هو القوام، الا شفتوه يتفتت بزاف زيدوا له او زيدوا رشوه بشويه تاع الماء. المهم انا حطيته هنا فوق سطح العمل باش نخدم على غرضي بعقلي، وشكلت هكذا نوعا ما مربع ولا مستطيل بيديكم. تبداو هكذا ديروا يد في الجنب ويد في الوسط اللي تضغط على كره عجينه المبسس. ومن بعد جبت هنا ان ساك دو كونجيلاسيون ساشي يكون نقي كيما راكم تشوفوا، تفتحوه بهذا الشكل بالمقص، تحطوه فوق عجينة مبسس، تجيبوا الحلال تاعكم وتحلوا هذيك العجينة بالعقل. هنا إذا حبيتوا تديروا الحبات كامل كيف كيف كيما أنا درت، درت بالطابع اللي يكون مربع. إذا حبيتوا نتوما ديروا بالموس تاني طبعا، تفتحوا العجينة تاعكم غير بيديكم وتقطعوا بالموس. المهم أنا فتحتها هكذا بالغولو كيما راكم تشوفوا، ما تضغطوش بزاف غير بالعقل. وتشوفوا السمك تاع العجينه اذا حبيتوا الحبات يكونوا خشان ولا يكونوا رقاق على حساب الرغبه تاعكم. من الاحسن يكون السمك تاعهم متوسط. تفتحوا او تنحوا هذاك الساشي وتجيبوا طابع المربع كيما قلت لكم، تقدروا ديروا غير بالموس وتقدروا تاني تفتحوا غير بيديكم يعني بلا ما تستعملوا الغولو. المهم هذه طريقتي في تحضير مبسس. ومن بعد جبت هنا كوبات ولا اي اداه تقدروا ديروا بلا سباتول ولا بالموس ولا تنحوا هذاك الفائض تاع العجينه. راح نعاود نلمو ونقرصو ونشكل به حبات واحد اخرين تاع المبسس. في هذه اللحظه انا كنت درت الطاجين تاعي يسخن طبعا من قبل. ديروا نار متوسطه وتخلوه يسخن على غرضو، لازم وضروري انه يكون سخون قبل ما تحطوا الحبات تاع المبسس. ومن بعد نرفد الحبات عن بسس بهذا الشكل ونسقمها هكذا مليح في الجوانب باش يكون عندها الشكل شباب يعني الشكل مربع. فوالا ونحطها مباشرة في الطاجين.
بالنسبة لطريقة الطهي، كما قلت لكم الطاجين يكون سخون، يعني تسخنوه مليح، وبعد ما تحطوا الحبات تاع مبسس تنقصوا النار، ترجعوها متوسطه باش ما ينحرق لكمش ويبقى لكم خضر من الداخل، وتبداو تطيبوا فيه من الجهتين. بالنسبه لفائض العجينه تاع الجوانب اللي كنت نحيتها، بنفس الطريقه نعاود نكرسها هكذا، نضغط عليها، ندير لو ساشي ونحلها بالحلال ونطبعها بنفس الطريقه. اون ميم طون راه المبسس تاعي اللي كنت درته في الطاجين راهو يطيب، راح نقلبه للجهه الثانيه. تخلوا هاد المبسس على جهه وتروحوا تكملوا طيبوا هاد الدفعه اللي كنت درتها في الاول. جيبوا هكذا اون سباتول ولا، وغير بالعقل تبداو تقلبوا فيه لانه يتفتت بكل سهوله. وفي الاخير توقفوا الحبات تاع المبسس تاعكم هكذا بهذه الطريقه وطيبوهم مليح في الجوانب، يعني تبداو تقلبوا فيهم والنار دائما تكون متوسطه. هذا هو المبسس تاعنا. نفتح معكم هنا حبه، شوفوا كيفاش يجي يدوب في الفم، ترافقوه مع قهوه حليب ولا مع لاتاي، اكيد راح يعجبكم. ان شاء الله الوصفه تاع اليوم والكيفيه هذه راح تعجبكم وتجربوها حتى نتوما. نقول لكم ما تنساوناش بجام وبارطاج، والى اللقاء في وصفات اخرى باذن الله.